المحاضرة أو السكشن. منصت دايما للي بيتقال، مش لازم أفهم، لا بتعلم أحفظ عشان أجيب تقدير. نظري، هل لازم اتخرج عشان اشوف عملي؟ ما انا مش هقعد اتخير في النظري واسرح، لو شفنا الحاجة عملي هتفرق ويانا كتير. قل لي وسوف انسى، ارني وستذكر، اشركني وسوف افهم، ساعتها تلقاني كفء ومؤهل لحاجات كتير. ساعتها لو قلنا نحفظ هنحفظ على اساس الفهم، فهنلقى الحفظ يسير. بنقل، ولو زهقت بسكت عشان بعديها انقل، ولو زاد الملل فموبايلي دايما بيكون حل لطيف. السكشن خلص يا حظنا، وهو انا غريب يا صاحبي غريب، يا الغربة في تعليمنا مألوفة، ليه لأ؟ ما احنا بنلقى في الغالب تقدير. باخد من النوم لسهري ومن الراحة لتعبي، كل لو نايم أو منفض فأنا غير. طيب محتاج تقدير، فهذاكر وسابر واحفظ مرة وعيد الكرة وظروفي مرة. وقت الامتحان قرب، وانا مهما بذاكر بلاقيني كل موادي متغرب، فبستغرب طب اعمل ايه مع اني عملت اللي عليا، فخلاص بقى احفظ بيا، اكيد اللي هيحصل في امتحاناتي خير. وقت الامتحان جه، انا ذاكرت وحافظ، طب ناسي ليه؟ انا كنت كل ما ذاكر واحفظ الاقي الفجوه بتوسع، طب ده بيحصل ليه؟ وكاني لما بذاكر بشيل من حفره فلاقيها بتكبر، ازاي وليه؟ لازم الأمور تتيسر، لازم الحاجة تتبسط، لازم تفكيرنا يتغير فيغير كل المحفوظ المفهوم والدنيا تسير. أبسطها لك. Because I'm